من أركان الإيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. ورسل لا يكذبون. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها أمانة بلاء تبليغ الرسالة ونصحوا الأمة أكمل نصح كان منهم وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه لم يكتموا شيئا وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد حتى يوصلوا هذا الدين نؤمن بأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر وكاذب والله محمد